ومن الرياض ينضم إلينا الإعلامي الرياضي عساف الخليفي. سيد عساف، أهلا بك معنا في صباح العربية، وتحية رياضية من دبي. طيب، تتواصل المتعة والإثارة في دورة الألعاب السعودية الأولى من نوعها، هي أكبر حدث رياضي في تاريخ المملكة العربية السعودية وأكبر حدث ينظم في مدينة في منطقة الشرق الأوسط. حدثنا عن أهمية هذه الدورة الأولى في هذا التوقيت. يا هلا ومرحبا، صباح الخير عليكم على جميع السادة المتابعين. في البداية أشكركم على الاستضافة، ولله الحمد المملكة حاليا تستضيف أكبر حدث رياضي في تاريخها بمشاركة أكثر من 6000 لاعب ولاعبة، أكثر من 2000 منظم. الأمر الذي بإذن الله سيخرج لنا أبطال أولمبيين على المستوى القريب. طيب، لو نبحث في أهم الرياضات أو الألعاب الرياضية التي تجرى في هذه الدورة، نتحدث عن 45 لعبة رياضية في أكثر من 20 موقع في الرياض. صحيح، طبعا الرياض تستضيف البطولة في أكثر من 20 موقع، تحديدا تعد أكبر مدينة في الشرق الأوسط تستضيف بطولة في مكان واحد. عندنا 45 رياضة، من بينها 5 رياضات أولمبية، جميعها جالسة تحظى بإقبال كبير في التسجيل حاليا حتى في المشاركة. ممكن شاهدنا رياضة البادل كان فيها إقبال جدا كبير من ناحية المشاركين، أيضا من ناحية المتابعة الجماهيرية، كذلك الرياضات الأخرى مثل الملاكمة التايلندية والملاكمة الرومانية وحتى ألعاب القوى. جميع الألعاب كان فيها عدد كبير من الاهتمام من اللاعبين والأندية كذلك. طب لو نتحدث عن الألعاب السعودية في دورتها الأولى وأهميتها لجهة النهوض بالقطاع الرياضي وتعزيزه بالطاقات والمواهب، وكذلك النهوض بالبنية التحتية الرياضية لجهة التحضير لمنافسات عالمية تجرى داخل السعودية. جميل، طبعا البطولة نجحت قبل أن تبدأ بمجرد رعاية خادم الحرمين الشريفين حفظ الله لها ودعم سمو ولي العهد أيده الله. طبعا البطولة هي أنا أعتبرها زي المعسكر لصناعة أبطال أولمبيين قادمين. المملكة حاليا إن شاء الله مقبلة على استضافة دورة الألعاب 2034. الدورة هذه السعودية أو بتكون زي التجهيز بالنسبة للمنظمين للرياضيين لاستكشاف أبطال جدد في مختلف الألعاب. شاهدنا التسجيل ما كان مقتصر على الأندية فقط، كان على الأندية وعلى اللاعبين الهواة، أكثر من 6000 رياضي مشارك، العديد من الأندية الغير جماهيرية جالسة تحقق نتائج، تحقق ميداليات، فكان في إقبال كبير. أعتقد أن هذا حتى الأندية الجماهيرية راح يضعون كل اهتمامهم في الفترة المقبلة على الألعاب المختلفة. لو نشاهد النتائج نرى أن مثل أندية الصفا، الخويلدية، الوحدة كانت في صدارة الأندية الأكثر تحقيقاً للميداليات، وهذا بإذن الله أمر مبشر أن الألعاب المختلفة جالسة تسير في المسار الصحيح، وبإذن الله في المستقبل القريب سيكون عندنا أبطال أولمبيين في مختلف الرياضات. شكراً جزيلاً من الرياض الإعلامي الرياضي عساف الخليفي، شكراً لك.